الشاجي مفخرة من مفاخر القيروان محمد البيب، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك سي عبد المجيد ومستمعين إذاعة الحياة اف ام، وتحية للزملاء الفنانين كل والصغرونة ريتيل، وإن شاء الله نعديو وقت ممتع. نورتنا نورتنا، مرحبا بك إذاعتك، وتبارك الله ثم صدى جميل جدا على منصات التواصل الاجتماعي اليوم على البوند اف ام وعلى اللايف ستريمينغ في الحياة اف ام، وباش تعمل فيديوهات على الباج نتاعنا. نقول لك مرحبا بك، اهلا وسهلا، ان شاء الله سهرة حلوة وعزيزة وغالية اكيد كيما معزتك وغلاوتك عنا. الله يخليك سي عبد المجيد، عايش. ربي يخليك، نصف عظيم معنا كالعادة، نصف منورنا ديما، يعطيك الصحة ريتيل العزيزة الغالية عليا، يعطيها الصحة ريتيل ديما معانا. أيضا معنا المايسترو، المايسترو الكبير عاد نتاع الحلقة، معز بن سعيد، باك الأوتار الشاجية وباك الأنامل الموحية، تبارك الله على خويا معز، منورنا ديما وانضم لنا الليلة صديقنا العازف خميس الصيد خموس ديما معانا، ومرحبا بيك. نمشيو توا الفقرتنا الثالثة، فقرتنا الثالثة مش تكون مع ما شكون معز، الفقرة الثالثة مع محمد ولا مع منصف؟ هيا قول لي ايش تفهمت. نمشي منصف، يلا منصف، ما هو المقترح الموالي منصف؟ بدك تعرف لما بشوفك انا شو بحس، بحس الدنيا كلها ملكي انا وبس. بدك تعرف لما بشوفك انا شو بحس، بحس الدنيا كلها ملكي انا وبس. قدام مرايتها عادي بتتدلع براحتها، بستناها وبستعجلها حكلي وبصلها، تختار الوانها بتسأل عن رأي فستانها، طب حختار ازاي وجمالها حل الدنيا. قدام مرايتها عادي بتتدلع براحتها او بستعجلها، بتضحك لي وبصلها، بتختار الوانها، بتسأل عن رأي فستانها ازاي وجمالها، بحد الدنيا بحالها. بعيوني شايفها احلى الحلوين، تتقال على كيفها من زيها مين، مش عايز غيرها ولا شايف غيرها، دي في مني العين. قدام مرايتها تتدلع براحتها، بستناها وبستعجلها، تضحك لي وبصلها، تختار الوانها، بتسأل عن رأي فستانها، طب حختار ازاي وجمالها بحل الدنيا. تيرا لا 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 لا. بضعف قدامها طب حعمل ايه، دي كفاية جمالها مقدرش يعني، مش عايز غيرها ولا شايف غيرها، عمري انما ايه. قدام مرايتها تتدلع براحتها، بستناها وبستعجلها، بتضحك لي وبصلها، بتختار الوانها، بتسأل عن رأي فستانها، طب حتى ازاي وجمالها بحل الدنيا بحالها. قدام مرايتها عادي بتتدلع براحتها او بستعجلها، تضحك لي وبصلها، تختار الوانها، بتسأل عن رأي فستانها. العالم الله قد ايه قلبي وروحي دابوا فيه، العالم الله قد ايه قلبي وروحي دابوا فيه،
دل عيونه دوبوني الله 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 ولي بيا يا علم الله دل عيونه دوبوني الله 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 ولي بيا يا علم الله والله وجبتي فيه وخدتني بحر عيني سلمت الأمر لي من غير السيويني والله ودبتي فيه وخدتني بحر عيني سلمت الأمر لي من غير السيويني دل عيونه دوبوني الله 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 واللي بيا يا عالم دل عيونه دوبوني الله 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 واللي بيا يا عالم الله قمرين قمرين دول ولا عيني قلبي بيسألني عادي تريني بفكر فيك قمرين قمرين دول ولا عيني قلبي بيسألني عادي تريني بفكر فيك قمرين دول ولا عيني قلبي بيسألني عادي تريني بفكر معقول أدوب في هوا والله ما كان على بالي يا هوا والله ما كان على بالي والله ما كان على بالي يا هوا والله ما كان على بالي يا هوا قمرين قمرين دول ولا عيني قلبي بيسألني عني تريني بفكر فيك قمرين قمرين دول ولا عيني قلبي بيسألني عني تريني بفكر فيه طالن شي غالي وياك يا غالي وانا ايه جرالي خلانا دوب في هوا ايش معنى انت يا روحي انت حبيتك انت من غير ازاي ولي والله ما كان على بالي هوا 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 الله الله تصفيقة كبيرة 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 على أجواءنا هنا أجواء يعني ممتازة جدا ما شاء الله علينا يا سيدي خلينا ناخذ مكالمة هاتفية ياسر طلبات في المكالمات الهاتفية ياسر طلبات ياسر تفاعلات مزيانة من داخل تونس ومن خارج تونس ألو ألو مساء النور مساء الجمال أهلا وسهلا مساء الخير يلي من العسل الأصفى لو بيدي علاج الناس أخلي شوفتك الله 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 حلوة 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 سعيد بكوشي يعني. لاباس الحمد لله كيما ترى كيما ترى جونا في الحياة فهم كل نهار جمعة في الليل حافلة بحول الله ما شاء الله يا اخوي جو انت يعطيك الصحة على المتابعة وعلى التعليقات المزيانة من المستمعين الأوفياء في كل البرامج عندك رأي وعندك حضور وعندك متابعة يا سعيد من مساكن نتكلم فينا نتابعوا ديما البرنامج الهادف والصوت المميز والمعلومة الطيبة سيرتو حاجة تكون أدبية كايا وحنينة وبنينة مع عبد المجيد الباهي الغالي ربي يفضلك يعيشك يعيشك يا سعيد عايشك نورتنا بالمداخلة متاعك وانت تتبع فينا كحكينا عطينا شوية شعر أسمعناك معناها قصائد شعرية لشعراء كبار من سمعناك سي محمد الغزي في قصيدة حلوة برشا من آخر انتاجاته وهكا باش نشوفوا تلقى التسجيل يا سعيد على الباج متاعنا وتلقى تصويرتك مصاحبة للمكالمة تشرفنا برشا عدينا ايضا شعر من سوريا ساره خير بك عدينا ساره خير بك وعدينا زويري شعر طبيبه شاعره من صفاقس زويري وما زلنا مواصلين في سهرتنا والليله يا سعيد كان سمعتك الربريك نتاع العياده الفلسفيه نيتشه وتحدث على اهميه الجمال وحاجه الحداثه الى ان تعود الى هذه القمه الانسانيه الى الجمال الغالي
سيدي عبد المجيد الغالي خويا سيدي الباهي، انا راني نحترم كل ما هو علمي وكل ما هو ادبي وكل ايه. ما هو يعطيك الصح معدل لو تعرف معناها بالنسبة لها أرس ونيتشه، بالنسبة لنيتشه خويا راني نعرف خير النكشه، انا اعمل بالنكشه صحه. يا سعيد بيه بيه بي برشا يعطيك الصحة، أنت تعريف نعرفك ديما تبارك الله على خويا، النكتة ديما حاضرة. سعيد أسعدتنا مكالمتك برشا برشا، تبقى معنا ديما في الاستماع وتبقى معنا موصول ونواصل سهرتنا. حبيت مستمعينا الكرام ومشاهدين الأفاضل، حبيت نحكي تحية للمتابع وفي للغاية لكل برامج إذاعة الحياة فام. هو تونسي يتابع فينا من سلطنة عمان، من سلطنة عمان يتابع فينا الأستاذ عبد الرزاق العثماني، يتعذر علينا احنا باش نتصلوا، الرقم اللي عطاولنا من الفيكس كي نطلبوا الحق ما يتعداش، برغم احنا متصلين بالخطوط الخارجية. نحاول ان شاء الله. يا سي عبد الرزاق تحية ليك من القيروان من بلادك، وانت راك تمثلنا احسن تمثيل في سلطنة عمان، نتابعوا في انشطتك، نتابعوا في اشاعك، الإشعاع الكبير اللي حققته في كل دول الخليج العربي، وإن شاء الله يتاح لنا باش نتواصلوا معاك مباشرة عبر الهاتف، ونشوفوا صيغة أخرى المرة الجاية باش نحكيوا على نجاحاتك وإضافاتك اللي أضفتها في سلطنة عمان ثم في كل دول الخليج. أنت مهندس ميكانيك وعطيت الإضافة كبيرة، وعطيت الإضافة في سلطنة عمان، ثم التجربة متاعك تحولت لكل دول الخليج وصرت مرجع في الباب هذا. إن شاء الله حابين نحيوك، حابين نقول لك يعطيك الصحة، ربي يوفقك، إن شاء الله التوانسة الكل يشرفونا تشريف كبير في الخارج، سواء في الدول العربية أو في الدول الأوروبية وفي كامل أنحاء العالم. نرجعوا للأستوديو باش نرجعوا مع محمد البيب ضيفنا العزيز الغالي اللي عزك. أول مرة يحضر معايا في رواق الحياة، وأنا سعيد جدا معناتها انا اكون حاضر معك سي عبد المجيد، مش مجامله، خاطرك انسان خلوق. العفو الناس تعرفك وانت تبركل عليك زيد، حتى انت تبركل على اخويا حضور البهي الصوتي ربي يخليك وفي الخطاب اللفظي ربي يخليك سي المنصف، وانت ربي يعزك ربي يفضلك، وانت زيد سي المنصف والله سي محمد القروان مزيانة بولادها وبناتها ونساها ورجالها وبجوها، واحنا ديما نعطوا الحجة والبرهان والدليل على كون القيروان عاصمة العالم. ولا هكا يروق لنا نحن القراوة باش نقول الكلام هذايا، ويروق لكل انسان باش يعتز بموطنه. يلا يا معز الغالي، معز بن سعيد دندن يا سيدي. لا 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 لا. يا ريت في خدي وما خلي حدا يحكي، بسقيها دموع عيناي بقدم لقلبي بيداي. يا ريت في خبيها ما خلي حدا يحكي، بسقيها دموع عيناي بقدم لقلبي بايدي، وباخد من عمري وبعطيها وبعطيها انا بعطي. يلا 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 شو بحبها وشو عم بتعذب بحبها. يا قلبي روح جيب لي قلبها ورح دوبه انا فكر فيها. يا ريت بتعرف شو بحبها وشو عم بتعذب بحبها. يا قلبي روح جيب لي قلبها رح دوبه انا فكر فيها، وباخد من عمري وبعطيها وبعطيها انا بعطي. ويا ريت يخبيها ما خلي حدا يحكيها، بسقيها دموع عيني بدل قلبي بيداي. يا ريت
يخبيها وما خلي حدا يحكيها بس يا دموع عيني بقدم لقلبي بيدي باخد من عمري وبعطيها وبعطيها انا بعطي قلبي عاشقها والعيون هويتها واهلها ما يردون قلبي عاشقها والعيون هويتها واهلها ما يردون انا كل ما اشتاق ليها اروح واسال عليها عليها كل ما اشتاق ليها اروح واسال عليها عليها انا كل ما اشتاق أروح وأسأل عليها عليها إليها أروح وأسأل عليها عليها تجاوبني عينيها تجاوبني عينيها ارحل يا حبيبي حبيب أهلي ما يردون الله سمعنا لا 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 هي أفراحي وقهاتي هي أغلى من حياتي هي وذكريات هي حبي للجنون هي هي أفراحي وقهاتي هي أغلى من حياتي هي عمري وذكريات الله الله يا محمد حبي للجنون 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 أنا كل ما اشتاق إليها أروح وأسأل عليها عليها كل ما اشتاق إليها أروح وأسأل عليها عليها أنا كل ما اشتاق إليها إليها أروح وأسأل عليها عليها كل ما اشتاق إليها أروح وأسأل عليها عليها تجاوبني عينيها تجاوبني عينيها ارحل يا حبيبي حبيب أهلي ما يردون حبيبي بالبند العريب غالي وقرب من الوريد حالتي تتشخص جنون بيقولون أنا بيك مريض أتاري كل ما حب فيك أدمنك وبقيت مزاج اتلي حق ايدي في ايديك ما انت في لواك العلاج ولقيت الطبطبة ولو ما انتش بعيد ضحكتك فيها كهربا بقى زي واحد جديد لقيت الطبطبة ولو ما انتش بعيد ببقى زي واحد جديد حبيبي خدها ومني ليك مشتريك مشتريك فوق ما تتصور كمان والوحيد وانا ليك شريك لو انا هوصفك اوصفيك عقد فل ابيض ويفيك قلبي بيدلدل حنان ملكي وانا ولا قادر ابيك وانا ولقيت الطبطبة ولو ما انتش بعيد ضحكتك فيها كهربا واحد جديد 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 لقيت الطبطبة ولو ما انتش بعيد ضحكتك فيها كهربا ببقى زي واحد جديد ميرسي شكرا 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 شكرا, شكرا.
سهرة تحفونا برشا سهرة حلوة تبارك الله يعطيك الصحة محمد البيب برافو يعطيك الصحة مصطفى عظوم تبارك الله على خويا الغالي ريتات نعم اي محمد ما خليني علاش خليني مفاجأة يا ولدي حبيت نفاجئ الجمهور وانت ميسالش يا معز اي ظلي انت قلتها بشوية ما سمعكش برشا خليها لي مفاجأة مان خليها لي مفاجأة ذيك في الجزء التالي اللي باش يكون بعد جو كبير مصطفى عظوم احنا عندنا شعراء اللي يكتبوا الشعر الغنائي في القروان عندنا عندنا شعراء اللي يكتبوا الشعر الغنائي وعندنا اسماء كبيرة وعندنا جهاد مثنيني تكتب في نصوص حلوة برشا عندنا حليم ابو علاق عندنا غيرهم وعندنا ملحنين سي محمد الغزي عامل لي قصيدة العشاق ولا سيد العشاق سيد العشاق شاركت بها في مهرجان الأغنية نشر 2007 يعطيك الصحة معناها صوت كيم محمد البيب يحتاج نص اكيد نص من نصوصنا وعندنا ملحنين في القروان عندنا ملحنين تبارك الله ان شاء الله ان شاء الله يعني رغبتي وامنيتي واملي انك كي ترجع معناها مش ترجع لنا قبل اما ان شاء الله يجي نهار او ليله سهريه ترجع لنا بعمل تونسي قروي كلمات والحان واداء ان شاء الله يا رب ان شاء الله من هنا المنبر هذا لمندوبيه الثقافه للسيد مندوب الثقافه دعم الانتاج دعم الانتاج الغنائي الانتاج الموسيقي كما دعم الانتاج المسرحي تبارك الله طاقات كبيره برشا احنا الفرق اللي بين تشوف التوانسه كي اديو اغاني مصريه ولا اغاني لبنانيه ينجحوا فيها اكثر من المصريين واللبنانيين انفسهم يعني الاركتيك مونك ناقصه حاجه اخرى الحلقه هي حلقه التلحين ربما وحلقه الكلمات اما بالنسبه للاداء والاصوات راه عندنا حناجر تبارك الله اكبر حلقه واصعب حلقه هي هو الانتاج الانتاج وترويج ان شاء الله نخدموا معز على نخدموا على الانتاج فما شعر سعد المجيد خليل عبدي تعاملت معه في اغنيه تونسيه اسمها حكايتي تلقاوها عشان يوتيوب اوفيسيال محمد لبيب زاد موهبة قوية على الاخر في القروان خليل العبداوي خليل العبداوي تحية ليه تحية ليه تحية ليه وان شاء الله نطلع ونتابع وان شاء الله يكون ضيفنا زاد ان شاء الله مغروم بالحق وجه له الدعوة خليه يحضرنا مرة وجه له نسمع نصوصه وجه له الدعوة خليل العبداوي ان شاء الله ونرجع بعمل الاخر ومرة ومرة جاية اذا كان مسجلة تسجيل خاص نجموا نعدوها الاغنية سينو تنسق انت مع معز تحضروا لها والاغنية هذه كلمات خليل كلمات خليل العبداوي الحاني انا والحانك انت تبارك الله انا ديت محمد عنده برشا انا من من عايش والله يعيشك سي المنصف ان شاء الله نتعاملوا في اغنيه مع بعضنا علاش ليه ان شاء الله اي علاش ليه من قبل بديت في معناتها في التلحين الموسيقي مؤخرا وليت في التوزيع الموسيقي تجارب محترمه ما نقولش محترفه محترمه هذاك التواضع الفنانين يتواضع يقول احنا راهي تجربه بسيطه وبدايه ما هي تبدا حاجه مزيانه وكبيره ان شاء الله ان شاء الله نتعاملوا مع انا بودي انا نحب نتعامل مع الفنانين في القروان ولا خارج القيروان في تونس كامله تونس كل ومعناتها تكون تكون فما بيناتنا كل بوراسيون مع بعضنا علاش ليه معناتها تنسيق وتعاون مع بعضنا كل بوراسيون ونواجه معناتها نداء للفنانين بالحق حبوا بعضكم بالحق حبوا بعضكم الناس حبوا الناس يا فنانين بالحق حبوا بالحق الفنانين نقولوا من قلبي حبوا بعضكم وعلاش ليه ما نكونوش بالحق يد واحدة محمد المنصف علاه ما نكونوش يد واحدة نحبوا الخير لبعضنا محمد المحبه موجوده موجوده ان شاء الله ان شاء الله حبوها تكون الله موصي بالحب الله موصي بالحب ونحبها تكون اعمق واصدق ونحبها تنتشر المحبه بين الناس الكل تعلو النسبه نسبه المحبه واحنا كي نقولوا القروان يعذرونا مستمعينا الكرام اللي غالب حبنا للقروان ما نجمناش حبنا لتونس هو ينطلق من غير غير على البلاد نتاعنا حبنا لتونس ينطلق من حبنا للقروان كنقولوا احنا راهو نحبوا القروان معناها راهو نحبوا تونس الكل في نهايه الامر ونحبوا الوطن العربي والبيئه المتوسطيه والبعد الافريقي وحتى نوصل الانسانيه يعني مره ديما العالميه تنطلق من المحليه هذاك علاش ناكد انا نقول انا عندنا شعراء وعندنا ملحنين موجود وعندنا مطربين اش تقترح علينا
معز معز شو المقترح باش يكون مع ريتيل ولا مع منصف باش نخرجوا فاصل ونجيبوا المفاجاه نتاعنا عاد مفاجاه السهره الليله نختموا بها وكل عاده قول لي اي معز سير انتان معز يعني لو انتان ما يحبش الفراغ دندن الطول وتكون انت حضرت امورك بالمسبق يلا يا معز يلا يا سيدي يا ستار قلبي ولع نار دنا عيني منك مستحيل استغنى عنك نظرة ترضيني بالترتيب سيب لنفسك سيب وداني واسمع ده انت سحر عليكي طمع بان قوي في عيني يا ستار قلبي ولع نار دنا عيني منك مستحيل استغنى عنك نظرة ترضيني بالترتيب سيب لنفسك سيب وداني واسمع ده انت سحر عليك طمع بان قوي في عيني خدت بالي وهي قدامي بنسى روحي واسمي وكلامي هي دي بالظبط احلامي مش هدور واحتار والنهاردة كلام ده سكيتي بكرة تبقى حضني وفيتي ده اللي حيحد وباتت بيتي القمر يختار يا ستار قلبي ولع نار انا عيني منك مستحيل استغنى عنك نظرة ترضيني بالترتيب سيب لنفسك سيب وهداني واسمع ده انت سحر عليك طمع من قوي في عيني وسط الناس الجمال يتقاس لو جابوا سيرتك ولا بقى لو شافوا صورتك يبتدى كفاية مش تهريج حني بالتدريج فيك سحر فرقك بس انا اللي كشفت ورقك فكها معايا يا ستار قلبي ولع نار ده انا عيني منك مستحيل استغنى عنك نظرة ترضيني بالترتيب سيب لنفسك سيب وداني واسمع ده انسى سحر عليكي طمع بان قوي في عيني تصفيقة كبيرة كبيرة على الأجواء الحلوة أعطينا يا مخلوفي بس أعطينا فاصل غنائي قصير جدا فاصل غنائي قصير جدا خلاص نستقبلوا ضيفنا الوقت يظهر لنا أخويا العزيز الغالي ربي فضلك مصف عظوم بغبور